مكتب محققين خاص في تونس قانوني ولا مش قانوني ما نعرفش، اما فما معناتها نحن فما سيكوريتي بريفي في تونس اما غير سلاح. أيوة. جو كروا المحققين هذا ما غير سلاح، معناتها يخدموا خدمه معناتها مش يشدوا عذبوك، لا يعني المراه باش تقول له تبع لي راجلي مش اقتل لي راجلي، فهمت؟ يقول لي عذبوك شدوا معناتها. انا مستغرب يا نوفل، علاش؟ شنو عليه؟ هذه اخلاقنا؟ هذه عائلاتنا؟ هذا سلوكنا؟ هذا المجتمع متاعنا؟ احنا قاعدين نشوف في العجب بعد في ال 12 سنه نتاع ما يسمى بالثوره. لا سامحني سي ماتر، شنو معناها غاتس في الخدمه لهنا والمدام غاتس في الخدمه لهنا وعندك ولدك تسمع فيه اخبار وكذا تحب تعمل له حاجه بريفي، تعمل اونكيت تتبع ولدك تشوف ولدك شنو هي اموره وين ماشي يا ولدي تتبعه انت، شنو تعطيك شركه باش تتبعه وجي توريك تصور يقول لك شوف ولدي. كي نبعث شركه ولدي مد لها فلوس يقولوا لي ولدك يقرا كل يوم. لا 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 بروفيسيونيل هذوما، انا مش عارف علاش علاش بطران تقلق من الحكايه. شوف يا نوفل، اذا واحد يشك في الطرف الاخر ينسحب من حياته. ما عادش عايشه. برافو. ما عادش عايشه. برافو. لانه الثقه صبه ماهيش بكويت ماهيش صبه. صحيح. يا عندك ثقه يا ما عندكش. انا نحب نفهم حاجه. تفضل. يتبع من بعيد ولا يمشي له؟ معناها يقول له السلام عليكم. يصور. لا انت يسلم عليك ما تثقش فيه انت بالذات. كان تحط سياسات لا وشوف المصيبه وهو كما قال بلال تفرجت عليه انا البرنامج الامريكاني. شيء يألم. إذا للنفس للطرف الاخر وقت اللي يشوف تصور ولا يشوف خلنا نرجع لحظه بلي لحظه والله موضوع النقاش شو إذا للنفس طبعا اما انا سامعني كي يبدا مراه شك في راجلها يخون فيها مثلا وتعبها في حياتها اي يا خويا وما حبش كيما نقولوا احنا لازمها بروف باش تطلق صاحبتها سميه تعمل في بروف اذا شك لحظه وينجم راجل شك في مرته ولا راجل شك في مرته اي شنو رايك؟ النفس والله يا نوف ريتهم هذوما الشركات نتاع التحقيق وليزونكيت والكل والله لا ينفعوا شيء مع الرجل التونسي يحب يخون راهو باش يخون الرجل والمراه الرجل والمراه تي نحكي على الراجل انا التونسي خاطر انا مراه انا مراه دوك لا انت صحفيه اي نحكي على الراجل ليش في جنسك صحفيه اي ما نحكي توا على الراجل التونسي كي يحب يخون راهو باش يلقى كل الرجل والمراه البيه المراه زيد اللي يحب تخون بصفه عامه اللي يخون ينجم يتسلك اللي يحب يخون شك اللي يحب يخون ينجم يخون به الرجل والمرأة وبالنسبه للسيماتران كحكي على ثقه زيد مهمه برشا اذا انت ما عندكش ثقه في راجلك ولا انت ما عندكش ثقه في مرتك فيش قاعد تعمل معاه فيش قاعدين تعملوا مع بعضكم بارك الله فيك ونختم يا ايه هو فما حكمة يا نوفل يا نوفل سامحني ربي الوامر كانت تزيدوا توضحوهم لنا شوية لا علاش خلي القلب المدام يتفرج فما يلا ما تراه في تقال الشك دو ما تراه يبدا مروح كرمك أحلى وراه كرمك أحلى وراه ايش تحب او يقفل عليك الحانوت دوك الحانوت او الحانوت انا يا نوفل نبهت انا هبطت نقد كسر بلاصه وليد كاجت انت مثلا انت مدام سميده فهمتني وشكيت في مطران شكيت في مطران وهو ما طراش شنو هي بحذا نوفل يا في الجريده الساعه 24 ساعه في الجريده والله صبر عليك يا بالله انت كمحقق اعصابك تنهار في جرته ولا نتعب انا كيفاش نتعب انا والله نتعب انا عندي طريق واحد يا مدام اهلا راهو واحد لو في اليخت اي والله العدو يمشي لا ما عندناش شك والله هاو بالجريده هاو لا ما عندناش في العدد في الكهرباء والله هاي طايح حبات انا بدي نسمعها والله بدي نسمعها يلا ترى يلا نعطيكم نصدق ولا ما نصدقش سفيان ايوه تونسيه تعمل عيد ميلاد قطوستها وجبت لها جاتو وكادوات وهابي بيرث داي تصدق ولا ما تصدق؟ احنا البدع كل عملناه فمجن عام مجن عام عملنا فيه كل شيء مشينا في تبن وكذا يمشي تبن هبال